هذه المنطقة المرتفعة هنا في مواصي خان يونس غرب المدينة باتت ملجأ للكثير من المواطنين الذين يبحثون عن خدمة الإنترنت التي تدمرت خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة شبكاتها، وبالتالي لا يستطيع المواطنون الحصول على هذه الخدمة. هنا هم يتحصلون على خدمة الإنترنت من خلال هذه الشرائح الإلكترونية والمعروفة بشرائح الإسم. سنتحدث مع هؤلاء المواطنين. يعطيك العافية. الله عافيك، حياك الله. شو قصة شرائح الإسم؟ يعني بالتأكيد أنت تعرف الأوضاع في قطاع غزة، الحصول على أي شيء في قطاع غزة الآن هو صعب جدا، فما بالك الحصول على الإنترنت في ظل انقطاع شبكات الاتصال وعدم توفر الإنترنت الخاص. فإحنا بنلجأ للشرائح الإلكترونية المعروفة بالسيم الخاصة بجوالات الجيل الخامس. كمان الحصول عليها مش سهل، الحصول عليها بدك أنت تشتري يعني شريحة بفلوس، لازم تكون معك جوال آيفون أو جوال من الجيل الخامس، كمان لازم تكون موجود في مكان عالي في مكان محدد حتى تحصل على إشارة. فإحنا بنحصل على الحد الأدنى من الإشارة، الحد الأدنى من الإنترنت اللي بخليك يعني أنه أنت تفتح الواتساب وسائل التواصل الاجتماعي مش للرفاهية، لا، أنت برضو كمان تتواصل مع أقاربك مع أخوانك مع كل محبينك سواء في الداخل وفي الخارج. كمان الإنترنت اليوم مهم جدا، خاصة انه احنا بعد حالة النزوح، مثلا احنا من رفح حالة النزوح انه احنا كل واحد راح في مكان، فالانترنت هو الوسيلة الوحيدة للتواصل في ظل الضغط الكبير على الشبكات وفصل الشبكات بشكل متكرر سواء في الأشهر الماضية. انه الانترنت اليوم هو يعني حاجة ضرورية، ولكن الحصول عليه صعب جدا زي ما انت شايف انه احنا موجودين في مكان عالي، بدك تحاول تلقط الإشارة، الإشارة بتكونش موجودة في كل الأوقات، بتكون موجودة الصبح في الليل كويسة الصبح لا. فأنت كمان برضو لما تحصل على الإنترنت وبدك تشتري شريحة وبدك تجيب جوال وتكون موجود في مكان معين، كمان بتحصل على الحد الأدنى من الإنترنت ولازم تكون موجود في مكان معين وحتى في وقت معين للحصول بالصعوبة على الإنترنت. تمام، لكن حتى هذا المكان ليس آمن لأنه منطقة مرتفعة وتعرض قبل ذلك لاستهدافات الاحتلال كما يتحدث الناس، حتى الحصول على هذه الخدمة أيضا ليس بالأمر السهل. أكيد، يعني أنت يمكن الكل شاف قبل يومين إحنا مفترض في منتصف المنطقة الآمنة، ولكن يعني امبارح يعني بالأمس إنه تم قصف على بعد مئات الأمتار من هاي المنطقة. أنت بتحكي عن أنت متواجد أمام الميناء أمام البحر، البوارج موجودة، البواخر الخاصة بالميناء الجديد، أنت مكشوف لكل العالم، برضو معرض للخطر للحصول على الإنترنت، وبالتالي ما فيش مكان آمن أنت بتخاطر. ولكن إحنا يعني الغاية تبرر الوسيلة، أنت اليوم بدك تحصل على الإنترنت، بدك تتواصل مع العالم الخارجي، والأهم من هيك إنه إحنا برضو كمان بهمنا الإنترنت، لأنه إحنا نازحين عن بيوتنا، بنتبع الخرائط، بنتبع الأخبار، بنتبع النشرات الخاصة اللي بتصدر الخاصة بمناطق النزوح وتحديد مناطق النزوح، أي إنه الأمر بهمنا شخصياً على صعيد تحديد المناطق الآمنة اللي هي أصبحت يعني غير آمنة، بنتفقد وسائل التواصل الاجتماعي بشكل يومي، بنشوف الخرائط، نشوف يعني وين تقدم اليهود، وين الانسحاب، شو اللي حصل في بيوتنا، وين الأضرار موجودة، لأنه اليوم الإنترنت صار ضروري وضروري جدا في التواصل والاطمئنان ومعرفة كافة الخرائط والمناطق الآمنة اللي هي أصبحت غير آمنة. الإنترنت عصب الحياة. أكيد طبعا. شكرا، حياك الله. شكرا جزيلا لك. طبعا ربما هذا الحديث عن هذه الشرائح الإلكترونية هي محاولة لخلق البدائل في ظل أن هؤلاء المواطنين لم يستطيعوا أن يوفروا هذه الخدمة أو يتحصلوا عليها في داخل بيوتهم أو حتى في مراكز الإيواء الخاصة بهم، وبالتالي هذا المكان بات ملجأ لهم. أيضا تلك الشرائح الإلكترونية التي ذاع صيتها في الأشهر الأخيرة أيضا تعطي هؤلاء فرصة للحصول على هذه الخدمة وبهذا الشكل وفي ظل الكثير من التعقيدات. طبعا هذا المكان بهذا الشكل ونحن نتحدث. السلام عليكم. عليكم السلام. هنا المنطقة الوحيدة اللي بتقدر يعني تشبك فيها نت. صحيح، عشانها منطقة عالية فبنيجي هان مخصوص عشان نحكي مع أهلينا ونطمنهم عنا وعن أوضاعنا. أنت سكان وين؟ سكان غزة. وضايل حدا في غزة؟ والله فيه بس مش كتير يعني.
كيف يعني بنحكي سابقا كان الانترنت موجود في البيوت، في المقاهي، في الاماكن العامه، اليوم يعني هذه الوسيله ربما الوحيده او ربما الاكثر انتشارا اليوم في ظل انه الشبكات دمرت، تم تخريبها في الحرب. صحيح طبعا، يعني كان الانترنت متوفر في كل مكان، في بيوتنا، في الكافيهات، في الجامعات، في كل مكان، بس في الحرب يعني في الوقت الحالي ما فيش وسائل اتصال، غير انه احنا يعني بنجيب شرائح الكترونيه وبنيجي باماكن معينه عشان نقدر نمسك شبكه ونحكي مع اهالينا. قديش بتقطعي مسافه لتصلي هنا؟ يعني حسب والله، يعني احنا مش كثير بعاد من هان، بس يعني في ناس بيجوا من اماكن بعيده خالص يعني، بس احنا هنا نازحين في منطقه يعني شويه قريبه. أنا بعرف أنه معاناة الحصول على الإنترنت هي كبيرة اليوم، لكن هو برضه في مكان شوي هيك الواحد بشم هواء نظيف قريب من البحر، ها إيش هو منه برفع عن حال الواحد على الأقل؟ يعني شوي مش كتير، يعني إحنا إيش ما وين ما رحنا ما فيش حاجة ترفع عنه بصراحة في الوضع اللي إحنا عايشينه حالياً. ظل الواحد قلبه معلق في غزة. صحيح طبعاً، ووضعنا وحياتنا اللي احنا عايشينها حاليا، يعني بعد ما فقدنا كل شيء وراح منا كل شيء. ان شاء الله بيرجع كل شيء وبعوض على اللي راح. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. شكرا. العفو. يعطيك العافيه. وانت؟ انت على اسم شغال؟ شابك كنت سبوت. مش يعني ماخذ لك نقطه. ايش بتستخدمه انت؟ احنا الجماعه اللي بتواصل مع العالم الخارجي، اللي بيشوف الاخبار، اللي بدوش ينقطع، انت بشكل شخصي كطفل؟ بكلم خالتي اللي برا وخالي اللي برا القطاع. وبس. بتروح توصل لامك واهلك اخبارهم؟ ايش اخر شيء قالوا لك عنهم؟ هم وين موجودين الان؟ خالتي في مصر وخالي في البرازيل. بتكلمهم صوت ولا في الفيديو؟ بكلمهم دردشة يعني مسج. يعني كتابة؟ طب هم الان بيشوفوك على الجزيرة مباشر، ايش بدك توصل لهم وانت لك فترة بتواصل معهم كتابة، الان شو حابب تحكي لهم؟ ان شاء الله بتخلص الحرب وبنيجي عندكم وبنقابلكم. بس مشتاق لكم كثير. مش ناوي تطلع برا؟ اذا فتحوا المعابر كل البلد هيهج. ان شاء الله الوضع بتحسن وتصير الظروف افضل. ان شاء الله، حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي. شكرا جزيلا لك. طبعا كما هو الحال يمكن ان نتحدث انه هؤلاء هم بضع من الشبان ايضا ومن يريدون التقاط اشارات الانترنت في هذا المكان، لكن مع اقتراب الوقت اكثر يمكن ان ياتي اخرون، لانه الاشاره تبدا بان تتقوى بعد اقل من ساعه من الان في هذا الاطار، ونحن نتحدث عن هذه المنطقه المرتفعه. السلام عليكم، يعطيكم العافية. انتوا لكم على الاسم ولا جايين هيك تشموا هواء؟ والله احنا جايين نشم هواء ان شاء الله، احنا نازحين من رفح وحابين يعني الواحد يغير اجواء المخيمات اللي احنا عايشين فيها، افران من الفرن، يعني المخيمات الصعبه يعني القعده فيها دبان ووضع صعب يعني، فبنيجي احنا يعني بعد العصر بنقعد يعني نشم هواء ونشوف البحر يعني ونعيش اللحظه يعني وننسى الدمار والهلاك اللي بيصير فينا يعني. ايش اخبار بيوتكم في رفح؟ والله كلها تدمرت، ما ضلش بيوت. سكان وين؟ سكان رفح حي السلام. حي السلام اول منطقه بداوا فيها. الحمد لله يعني بيوتنا كلها راحت والحمد لله، كله بتعوض ان شاء الله. تبنوها ان شاء الله؟ الحمد لله ان شاء الله بنبنيها ان شاء الله. يعطيك العافيه. وايش الاخبار عندك؟ الحمد لله، احسن كلمه. الحمد لله. يعني احنا جينا هنا قعدت بتشوف فيك رفح. بتحزن عليها، بتشوف خان يونس. بتشوف رفح من هنا؟ بنحاول نشوفها، بنشوف غزه. الرمال، شوف الوسطى، يعني هاي بنستكشف يعني اشتياق، نحط اشتياقنا. اشتياق ممزوج بالوجع. والله الحمد لله، احسن كلمه واحسن كلمه حسبنا الله ونعم الوكيل. وانا اختم بها، شكرا. الحمد لله، يعطيكم العافيه، شكرا جزيلا. ايش مالكم بتشردوا؟ والله المكان حلو يعني، ايش اخر تواصلاتك؟ على الاسم. اسمي حنين انا. نازحه من غزه النصر وبنيجي على البحر عشان رفع نفسيتنا، لانه الضغوطات صارت تزيد علينا وبنحاول يعني قد ما نقدر نطلع حالنا من اجواء الحرب، ان شاء الله ربنا يفرجها يا رب ونرجعنا على بيوتنا سالمين يا رب.
ان شاء الله. وبالنسبه للشرائح الالكترونيه هذه ايش استخدامها؟ كيف بتشوفوا الاخبار؟ بتتابعوا الوضع منها؟ لا حاليا انا ماليش شريحه، بس باجي انا عشان ارفع على نفسيتي يعني. ان شاء الله بترجع لغد. ان شاء الله يا رب. امل كبير ها؟ ان شاء الله يا رب، املنا بالله، ربنا اقوى من كل حد. جميل جدا. وانت؟ انا اسمي فاطمه دودار. سكان وين في غزه؟ في النصر. ايش اخبار النصر؟ الحمد لله كويسه. الفتره طالت كتير. ان شاء الله بنرجع غزه. كلنا شوق وامل لبيوتنا، كلنا شوق وامل لبيوتنا ولاهلنا اللي بغزه، بنتمنى ان شاء الله نرجع لهم يا رب، وربنا يجمعنا فيهم ان شاء الله. مين ضايل في غزه من الاهل؟ خطيبه هناك ودار سيدي، وفي كذا حدا يعني، كل مالنا كل فتره وثانيه بنفقد حدا، وان شاء الله يا رب لا بعدك ما نفقدش حد ان شاء الله. بتكلميه صوت وصوره خطيبك؟ صوت بس الارسال كتير ضعيف عندنا هنا، فبنحاول نيجي على تلال او جبال عاليه عشان الارسال يلقط معانا. طب احنا فرصه انه نخلي خطيبك يشوفك على الجزيره مباشر، هيو بشوفك الان صوت وصوره. ان شاء الله بقدم له شكر وتحيه ولدار سيدي ولدار حمايل العزيزين. ان شاء الله بنجتمع فيهم عن قريب يا رب، وكلنا امل وشوق لهم ان شاء الله بعد الحرب حتى تتمموا الاجراءات بالنسبه للزواج. ان شاء الله يا رب، المهم هو يضل بسالم، كل شيء بتعوض. ايش في رساله ممكن ترسلوا لي اياها؟ تحكي له دير بالك على نفسك، تتحركش كثير، تروح ايش تعملش، هاي بشوفك، كلميه على الكاميرا. بحكي له انه انا مشتاقه له كثير، وان شاء الله ربنا يجمعني فيه عن قريب، ويدير باله على حاله وكل شيء بهون، المهم هو يضل بخير وصحته بالدنيا ان شاء الله، وبتعملوا احسن عروس ان شاء الله يا رب. نفرح لكم جميعا. شكرا، يعطيكم العافية. شكرا جزيلا. هذا المكان فيه كثير من الارتباط بالعالم الخارجي، هي نقطة ربما صغيرة ومرتفعة في هذا المكان بجنوب قطاع غزة، وهي فرصة أيضا للتواصل مع العالم الخارجي ومعرفة هذه الأخبار التي تنقطع عندما يذهب هؤلاء الناس إلى خيامهم في تلك المناطق. لكن الوصول هنا واستخدام هذه الشرائح الإلكترونية حتى وإن كانت شبكات الإنترنت ضعيفة، لكنها تمثل فرصة لأولئك النازحين للتواصل مع العالم الخارجي ولمعرفة آخر الأخبار. علاء سلامة لقناة الجزيرة مباشر من القرارة جنوب القطاع.